السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دين ودنيا على شذا فهم وشدا لا شذا فهم. تحية لكم كاملين، كل الناس اللي كيستمعونا من داخل وخارج المغرب. أكيد الحلقة مباشرة حتى 12 لرب إن شاء الله، وكالعادة كنتكلموا على موضوع معين ومن بعد كناخدوا الأسئلة ديالكم. الأسئلة يمكن لكم أنكم تصلوا بنا مباشرة على أرقامنا الهاتفية وطرحوها. طبعا رقم الهاتفي اللي هو 05 22 36 05 36 05 36 05 36. كما يمكن لكم أنكم تحطوا سؤال ديالكم على صفحتنا على الفيسبوك شذا فهم. على بركة الله، وبداية تحية لك أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمينة، بارك الله فيك. كل شيء مزيان، نسأل الله الثبات يا بنتي. اللهم لك الحمد. على بركة الله نبدأ حلقة اليوم أكيد، والبداية إن شاء الله غتكون ترحم على عالم أستاذ كبير فقدناه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تحية طيبة إليكم إخواني أخواتي في هذه الصبيحة، طبتم وطاب صباحكم هذا وتبوأتم من الجنة مقامة. نبدأ ب يعني الدعاء والترحم على عالم من كبار علماء هذه الأمة، فقدناه بحر هذا الأسبوعين يوم الاثنين الماضي، إنه الشيخ العلامة البروفيسور الدكتور عبد المجيد الزنداني رحمة الله عليه. عبد المجيد بن عزيز الزنداني يعني اليمني، صاحب المناظرات العلمية، يعني عالم قل أن تجد مثله في هذا الزمان، أقول يعني وأنا جازم بما أقول، لأن شخصية يعني مناظر لا مثيل له، حواري يعني يفحم يعني جال الأرض كلها شرقا وغربا، وهو يحاور علماء هذه الدنيا فضلا على علماء يعني دي الأمة والملاحدة والعلمانيين واللادينيين، واجه كذلك حتى العلماء الغربيين في كل المجالات، في مجال الطب، في مجال الفلك، في مجال الزلازل، في مجال الأرض وباطن الأرض قشرة الأرض، في مجال يعني مجالات عديدة، يناظر ويحاور و يعني سبحان الله العظيم. عبد المجيد الزنداني رحمة الله عليه كان له أسلوب في المناظرة، أسلوب يعني كان يعني سريع إيصال المعلومة، وبأسلوب رائع حيرت حتى علماء هذا الزمان، يعني كان قوي الحجة، كان قوي المناظرة. من منا لا يعرف عبد المجيد الزنداني، وهو الذي يعني أسس ما يسمى بالاتحاد العالمي للإعجاز العالمي، للإعجاز العلمي في القرآن الكريم، والذي أسسه في بداية السبعينات ثم الثمانينات، ثم كان الأوج ديال العطاء ديال الزنداني في أواخر السبعينات والثمانينات ثم التسعينات. يعني الرجل أسلم على يديه خلق كثير من الغربيين، كل في مجالاته، في مجال الطب، في مجال يعني يعني الفيزياء، في مجال الزلازل، في مجال يعني أسلم على يديه خلق كثير من العلماء، فرحمة الله عليه هذا الرجل. وعندما كنا طلبة في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات، كنا طلبة يعني في الجامعة، كان الشيخ الدكتور البروفيسور عبد المجيد الزنداني كان واحدا من العلماء الذين كنا نتلهف للجديد، تابعت مناظراته وحواراته، ويعني الأشرطة ديالو اللي كانت تدخل آنذاك، يعني كنا نتابعها بلهف. لا أظن أن هناك عالما في المغرب الآن أو يعني داعية أو لم يستقي ولم يأخذ من هذا العالم هذه المعلومات وهذا الخير الذي تركه رحمة الله عليه. الشيخ الزنداني ظل يعرف بأصل هذا الكون، يعرف العالم كله ليس فقط المسلمين بأصل هذا الكون،
وبأن هذا الكون يدين لله سبحانه وتعالى بالتوحيد وبالوحدانية. فلذلك كانت كتبه أغلبها تصب في كتاب التوحيد، الإيمان، يعني الحقائق العلمية. كان يأخذ الآيات القرآنية ويبحث ويغوص فيها إلى أن يصل إلى حقائق يعني كونية يعني كبيرة جدا المسلمون في حاجة إليها. فنمى هذا الجانب، ثم تلاه في ذلك، بعد ذلك تلاه يعني مجموعة من العلماء الآخرين، منهم البروفيسور زغلول النجار، وهو كذلك عالم مصري يعني متخصص في الأرض، يعني جيولوجيا الأرض. وثم تلاه يعني مجموعة من العلماء. لكن فقد الشيخ عبد المجيد الزنداني يعتبر خسارة كبيرة للأمة الإسلامية، لأن مثل هذا الرجل خصك توجليه، الله أعلم واش باقي تلقى بحاله، يعني غير في المحاضرات دياله، في المناظرات دياله، في كيفية إيصال المعلومة للناس، كان الرجل يعني كان أوتي حجة من الله سبحانه وتعالى، أوتي حجة من الله. فرحمة الله عليه، رحمة الله على الشيخ الزنداني، ننعيه إلى رب العالمين، ونسأل الله له أن يثيبه على ما قدمه للإسلام والمسلمين. يعني طيلة 82 سنة من عمره قدمها للإسلام والمسلمين، أسس جامعة الإيمان، ثم أسس ما يسمى بالاتحاد العالمي لإعجاز القرآن الكريم، وجمع فيه علماء الإسلام، علماء الدنيا كلهم في هذا الاتحاد. فالرجل يعني ما بخل، يعني أعطى كل شيء، وخرج من اليمن يعني في إثر الأزمة التي تشهدها اليمن حاليا، خرج لأن الذين يعني استولوا على اليمن في ذلك، بالخصوص صنعاء التي كبر فيها ونشأ فيها ويعني أسس فيها، يعني خرج يعني فارا بنفسه بدينه لكي لا يقتل، واستقر في أحيانا في السعودية، ثم استقر في تركيا إلى أن توفي بتركيا، وحضر جنازته الرئيس أردوغان. وعلى كل حال رحمة الله عليه، جزا الله خيرا على الإسلام والمسلمين. رحمة الله عليه. مرحبا بالاتصالات ديالكم، الأسئلة ديالكم اللي غادي نحاولوا أننا نجاوبوا عليها ويجاوب عليها فضيلة الأستاذ داعية والشيخ الأستاذ عبد الرحمن سكاش. مباشرة يمكن لكم أنكم طرحوها على الرقم الهاتفي 05 22 36 05 36 05 36. كذلك يمكن لكم أنكم تواصلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك شدا فام. قبل ما غادي نفتحوا باب الاتصالات، يعني بمناسبة الوفاة اللي ذكرنا ديال هذا العالم الكبير المغربي، أكيد بغينا يمني بغينا أستاذ يعطينا كلمة في حق يعني العلماء وبشكل عام يعني والقيمة ديالهم كيفاش، لأن إلا لاحظتي مجموعة من الأسماء ما يعني ما كنسمعوش بها حتى توفى، أو الليلة كانت حاضرة في مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي كنكونوا كنعرفوا، لأن إلى لاحظتي دابا الإعلام الأكثر يعني تأثيرا والأقوى ربما هو المواقع التواصل الاجتماعي، يعني ملي كيكون حاضر حتى ربما الإعلام العمومي لا يهم، يعني إنسان ما تعرفوش تأمتى داز. فكلمة في حق هاد العلماء والاهتمام بهاد العلماء والقيمة اللي المفروض خاصة تعطى لهاد العلماء قبل مماتهم. يعني العلماء هم مصابيح هذه الأمة، وهم المنارات ديال الهدى، وهم اللي كينوبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ هذا الدين، لأنهم ينوبون عنه بالعلم، ليس ينوبون عنه يعني بالجهل، أو ينوبون عنه لجمال وجوههم، أو ينوبون عنه بالعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فلذلك مكانة العلماء من مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك عندما نتحدث عن العلماء نستحضر هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أخذوا هذه الهيبة وهذه المكانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا الدين، ولأنهم ينوبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الأحكام للشرع للناس، ويعني يحاولون ما أمكن أن يقدموا للإنسانية الهداية، وكل حسب جهده وحسب إمكاناته وحسب كل بطريقته. فمكانتهم مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك أي مجتمع
أي مجتمع ليس فيه علماء، لا يقوم فيه العلماء بدورهم، أو يهمش فيه العلماء، أو يغيب فيه العلماء، إلا ونجد هذا المجتمع يعيش أزمات، أزمات روحية، أزمات أخلاقية، أزمات تربية. فلا شك أن المجتمعات اللي الآن يعني العلماء يعني غيبوا فيها تتعيش واحد محنة، تيراتي تاكل العصا. انظروا إلى حال مثلا الحال اللي عليه حنا الآن العلماء، يعني لما تمشيو للمسجد خصنا نلقاو واحد العالم تتكلم على شي حاجه اللي تنفع الانسانيه، ما بكل الاسف اقول يعني نقدر نقول لك بكل اسف ما بقيناش كنشوفوا هادشي. كان في واحد الفتره من الفترات، الان صلي وسير في حالتك الله يحفظك. يلا لقيت شي واحد تيتكلم تما راه تيتكلم على واحد الموضوع يعني من المواضيع ديال المريخ، يعني كتقصد ان يكون مواضيع اكثر عمق، عمق واكثر كتمس شوف الأمة. انا ما تنقولش العلماء سبوا شي حد، ما تسب حد، ما تعاير حد، ما تشير لحد، ما انما نواجه ما يعني يواجه المجتمع. المجتمع يواجه يعني نقائص كثيره، تيواجه المجتمع ديالنا تيواجه واحد المجموعه من الامور السلبيات اللي خص العلماء يطرقوا لها، لكن تنلقاو بان العلماء لا 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 احد يجرؤ على الحديث. انا شخصيا انا لا يعني ما خدمتش مع الاوقاف، انا ما كنتش معهم، انا خدمت معهم في واحد الفتره من الفترات، ثم بفعل فاعل وجدت نفسي خارج هذا سميتو. ويعني الان انا المساجد يعني اتاسف لحالها، والناس اللي كانوا الرواد اللي كانوا كيجيو عندنا المسجد وكانوا يستمعون الى دروسنا وكانوا يستمعون الى تراويحين، التراويح اللي كنا كنديروها والادعيه اللي كنا كنديروها يتاسفون كلما التقيت به. يعني العالم هو الذي يحيي الامه، يربي الامه على العلم، يربيها على الخوف من الله، على العمل للآخرة، على العمل للدنيا، على تقوى الله سبحانه وتعالى. هذا هو العالم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. يعني العالم كيربي الناس على كتاب الله، على السنة، وتربيهم على الخوف من الله سبحانه وتعالى، وكيربيهم على الأخلاق والقيم. هذا أدو العلماء. أين نحن من هذا العلماء ديال الآن؟ فينا هما؟ أعطيني. يعني نقدر نقول لك من 2000 لهنايا، الألفين لهنا نشأ جيل يعني جيل يريد فقط لمعان، ويريد يعني بحال الصبابط كيتسيروا تسيريهم باش يبانيوا بحالك علماء ديال الزواق، علماء ديال اللباس، علماء ديال الانترنت، وانا عندي شعبيه وانا عندي كذا. هذا الشيء اللي كاين الان. حتى العلماء نزلوا عن مكانتهم، هم بغاو رغم انه كاين واحد التغييب، لكن تهما رضوا بهذا الشيء. لان صراحه العلماء في اي امه تيكونوا هما السباقين دائما الى البادره، انهم يبادرون. قلت ان اي مجتمع ما فيهش علماء مجتمع آيل الى الجهل، آيل الى انه غادي يعرف يعني فترات ازمات روحيه، ازمات نفسيه، ازمات اخلاقيه، ازمات تربويه. وهذا ما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يقبض العلم قبضا، ولكن يقبض العلم بقبض أرواح العلماء. حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو حال الأمة الآن. الأمة الآن تعيش على فتات بعض من تفيقه وبعض من يعني أخذوا من هنا ومن هنا وانتهى الأمر. يا بنتي هذا الدين غادي إن شاء الله سيصل إلى، لكن بيا ولا بهذا كله بهذا كله بلا غادي. لكن الدور ديال العلماء الان ارى انه ما بقى الدور، يعني سحب منهم البساط، ونحوا جانبا، سدوا فمكم سير ليه جلس تسنى نقول لك وكمل من عندك. طيب. ولا اله الا الله والكلام كثير. ناخذ اتصال اول متصل. سي محمد السلام عليكم. السلام عليكم اختي امينه، كنحييك صباح الخير. صباح النور. كنشكرك وكنشكر الاخ الدكتور عبد الرحمن السكاج، والله يرحم لكم الوالدين على وكنحيي الاخ مستقبل المكلف تاع عبد الهادي. مرحبا. الله يرحم ليه الوالدين اختي داك عبد الهادي، كنحييه بزاف حتى هو. غير لي معك محمد زاهر من دوكنسو زائرة اغر معامله تيرودان، راه ماكش باغي نتصل بكم، ولكن من مات الشيخ الزنداني، لان انا السيد من المعجبين بهذا السيد بزاف.
عندك هو وبزاف العلماء، منهم الشيخ القرضاوي، منهم الشيخ من واحد الشيخ السعودي راه مسكين توا في الحبس نسيت على سمي الاسم ديالو، توا من الشيوخ الكبار هادو اللي كانوا اللي سبحان الله العظيم اللي اثروا في العالم. مجموعه من تصور بان هذا الشيخ الزنداني راه سيناتور امريكي يسلم على يديه، هذا الشيخ الزنداني راه هو اللي يسلم على يديه كوستو عالم البحار مع وشوف الله سبحانه وتعالى، شوف العظماء يحضروا جنازتهم العظماء، العظماء يحضروا لجنازتهم العظماء، راح حضر الجنازه ديالو السيد طيب اردوغان، لان السيد ادرج الطيب اردوغان لان من خيره الرؤساء اللي دازوا في العالم الاسلامي. وشوف كي رجع تركيا اكبر قوه اقتصاديه في العالم، ما رجعاش اكبر قوه اقتصاديه في الفساد وفي الظلم. اختي الله يجازيكم بخير، بعد ما استقر الاسلام في قلوب المغاربه لن تقدر سيوفها، كما كان نقول الدكتور عباس، بعد ما استقر الاسلام في قلوب المغاربه لن تقدر سيوف الملحدين والعلمانيين والحداثيين واعلام الفاسد ان ينزعوا من قلوب المغاربه. راه الاسلام غادي يبقى والعلماء غادي يبقى وقتي امينه. نعم العلماء غادي يبقاو، كانت والعلماء راه هما اللي كيحميوا البلاد. على بعد الله سبحانه وتعالى العلماء ديال الدين الاسلامي راه هما اللي كيحميوا البلاد، راه ماشي البوليس وماشي الشرطه، حيت لحقنا العلماء راه البلاد راه صافي غتولي فوضى. هاد العلماء هما اللي كيديروا التوازن. وغير الله يرحم لكم الوالدين، انا دابا كان واحد الموضوع اللي ضرني هو سنتقال على 67 عام، كنت بغيت ندوي مع كريم حضري، وداك الاخ هشام ما كيخلينيش ندوز، موضوع ضرني في خاطري لانني اسمعي اختي امينه، مرحبا. انا حنا دابا في قطاع السياحي ما نقدروش نخدموا حتى 67 عام، ومين كان بغي ندوز داك السي هشام اخر مره سمع كريم حضري في 25 رمضان وما كيخلينيش ندوز. نعم لانه كنعطيو فرص لناس اخرين فقط. هذا مكان واحد القضيه اختي امينه. مرحبا الله يجازيك بخير، احنا الاذاعه كنحترموا. انا اتصلت بكم في 8 2008 ملي كان داك البرنامج ديال البهلول، كنت باقي صغير وكندوز وكنضحكوا معاه في الصباح. مرحبا. هاد الاذاعه عزيزه علينا، علاش كنتواصلوا معاه؟ وغير الله يرحمه هشام ميبقاش الله يرحم ليه الوالدين، راه كيدوز ناس اخرين. لا ولكن محمد شوف، الا بقاو نفس الناس كيتصلوا راه ما كتعطاش فرصه للناس اخرين. لا ما كنت راه اخر مره تسمع، انت غير كون متفاهم وصافي. راه تفهمت اختي، غير واحد القضيه كيهضر على حصيله الحكومه. انت دابا ما دخلتيش مع كريم، انت دخلتي معنا، مرحبا بك. يلا انت دابا معنا، قول شنو بغيتي. يلا الحكومه افهمين اختي امينه. يلا تفضل. هاد كيهضروا على الحاصل، هاد الحكومه أسوأ حكومه في تاريخ الكره الارضيه. والسلام. عيشتنا في الجوع وعيشتنا في الكهرب، عيشتنا في الظلم وعيشتنا في واعطيك دليل، هو ابناء المنطقه ديال المنطقه السوس اغلب الشباب ديالهم كيحرق في قوارب الموت. نعم هادي الحصيله ديال الحكومه، هي الجوع والفقر والقهر وغلاء الاسعار، ما عشنا معاه حتى شي حاجه اختي امينه. واش نقولك على القضيه؟ راكي نقولك على القضيه اختي امينه، راكي راه كاين شي مسؤوليه عندنا في المغرب، والله حتى كيشكلوا علينا خطر اكثر من الجزائر. اقسم لك بالله اختي امينه، وشي صحافه كتشكل على المغرب خطر اكثر من الجزائر. وحنا عندنا الثقه فيكم وفي سيدنا الله ينصرو. نعم ان شاء الله. شكرا لك محمد. شكرا على اتصالك، شكرا لك، شكرا لكل من يتواصل معنا وكيتفهم كذلك مساله انه خاص الاتصالات بيان سور يعني تبقى مفتوحه للجميع، يعني ما يمكنش دائما نفس الاسماء كتصل، فناس اخرين عاود كيتصلوا بينا وتيقول لك لا علاش هذا ديما تيدوز علاش، فشويه هكا وشويه هكا وباش كل شيء يبقى على خاطره وكل شيء يدوز وكل شيء يعني يطرح الاسئله ديالو. هذا تدخل ديال محمد، وطبعا حتى انتم يمكن لكم تتصلوا بنا باش تعطيو تدخل في نقطه معينه بغيتوا تكلموا فيها او طرحوا سؤال على الرقم ديالنا دائما مفتوح والمباشر 05 22 36 05 36. وكتصحيح فقط لمحمد وسن التقاعد، يعني المقترح دابا هو انه ترفع الى 65 سنه ماشي 67 سنه، ربما 67 كنظن الله اعلم، بقات مساله اختياريه اللي بغي يزيد، ولكن القانون زعما اللي بغاو يديروا هو 65 سنه. ناخذ المزيد من الاتصالات، وكذلك ما تنساوش من غير الاتصالات يمكن لكم انكم تبعثوا برساله على صفحتنا الفيسبوك شذا اف ام، دخلوا الصفحه ديالنا على الفيسبوك شذا اف ام وخليوا السؤال ديالكم. ناخذوا دريس من سيدي سليمان. دريس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا تفضل. الله يبارك فيك. مرحبا. كي داير سي شكاش الحبيب ديالنا؟ حياك الله سيدي الكريم، اهلا وسهلا. واش غنقول لك اخويا، ما نقولوا لهذاك الشيخ انا لله وانا اليه راجعون. لله ما اعطى ولا ما اخذ. لا اله الا الله محمد رسول الله، انصر من الله ينصر من نصر الدين، هاتي اللي كنطلب من الله ومن خادر المسلمين، الله ينصر من صدره وخادر خادر المسلمين، هاتي اللي كنتمناه من الله سبحانه، الله يقوي ايماننا ويقوي ايمان المسلمين كافه اجمعين. امين امين امين. وسي شكاش انا واحد الامانه عندي كما تنقولوا، راه هذه المنطقه ديالنا كتدعي معاك وكتدعي مع هذه الاذاعه المحبوبه ديالنا شهداء فهم، كتدعي معكم
لان الله سبحانه وتعالى سخركم لنا وجعل لكم جعلكم لنا سبب باش تكون واحد الحويجات درناهم في سبيل الله على ود الجامع اللي كان ليه بدوز حادث شحال مره والامور راه غادا ميسره ان شاء الله. وزعما كنطلب لهاد المسؤولين والمدير ديال الاذاعه وتنطلب الله ينور طريقهم والله يحن عليهم. وثاني كنقول لك ادعي مع الحباب اللي ساعدونا بغيت ترفع عليهم شي دعوه. وفي رمضان ما بغيتش ندوز اللي كانوا كيدوزوا محسنين وكيدوزوا كذا خلينا الفرصه الاخرى نتمنى يحل الله. وبهذه المناسبه رانا دريش من سيتي مان كنطلب مساعده للمسجد عندنا راه قريب يكبر راه جاي وحده وحده والكمال لله بغيت يديروا يد الله معنا والله لا يضيع اجر من احسن عملا. راه المسجد غادي في الطريق ان شاء الله اللي بغى يدير يد الله معنا. المسجد جا سيدي سليمان خارج بخمسة الكيلومتر على سيدي سليمان ولاد زيد الغربية عنده جمعية مسجد النصر في 240 متر والأمور غادا إلى النهاية إن شاء الله. باقي له شتراجم اللي باقي ما تسهلش فيهم الله والبيان وباقي له إن شاء الله نطلب ربي وفقنا وكل ما فيه الخير تلك تمنهم الله اللي بغى يسهل الله يسهل. دريس شكرا لك شكرا على اتصالك. والجميع الطلبات ديال المساعده سواء كانت خاصه بالمساجد ترميم مساجد بناء مساجد او تجهيز مساجد وكذلك جميع طلب المساعدات الخاصه بالامور كذلك حتى طبيه من الافضل انكم تصلوا بالرقم ديال 0706 80 82 84 هكذا. زينب كتفقد يعني المسجد مباشره كتدير تقييم ديالها وكتشوف شنو الامور اللي محتاجه للمسجد باش هكذا ما نبقاوش دائما كنعاودوا نفس النداء. ملي كتكون الامور كدوز عبر برنامج شدى الخير مع زينب تامر كيكون المساعده اسهل واسرع كذلك في تعاملها مع المحسنين لانه كياخذوا منها جميع التفاصيل وهكذا كتتم المساعده بشكل اسرع. فاللي بغى يساعد او يعاون شي مسجد باش غادي يتجهز او يكمل فما عليه الا يتصل بالرقم اللي سبق وذكرته. كذلك المحسنين اللي بغاو يساعدوا فما عليهم كذلك انهم إلا أنهم يتصلوا بالرقم 0706 80 82 84. وصلوا الأسئلة ديالكم وشكرا لك دريس الله يسر الأمور ويكمل هذا المسجد إن شاء الله في القريب العاجل. محمد من بجعد السلام عليكم. ألو السلام عليكم أختي أمينة. جميل أمينة ألي بغيتي مرحبا بك سيدي عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أخي سي محمد. الله يحفظك. الغيداني محمد جامعة بني بيت وبجعد. أولا قبل ما نطرح الأسئلة ويسمحوا لي المستمعين هذا داخل في ستوندار بدون مجاملة راه تيكون ضغط الهاتف وفين ما اتصلنا كيدوزنا ما عنده هو حتى شي علاقة بشي حاجة لأن الاقتدار ديال المكالمات. وأنا من الأصدقاء ديال الإذاعة الصفة عامة وعندي دراية بالإذاعة وبالناس اللي تكون في ستوندار صراحة ما نبقاوش نقدموا في الناس لو ما دوزنيش لو ما لا حيت خنصبروا لا خلي يصير المستمع لا كيستافد من الاستماع. اما باش نبقاو نديروا الناس خلوا الناس في العمل ديالهم راهم المسؤولين. وشكرا للجميع. اهلا بك على السيدي عبد الرحمن. نعم اسيدي. السؤال الاول استاذي هناك بعض الاشخاص يفتون بدون علم في بعض الاماكن مثلا في الشهر ديال رمضان سيدي عبد الرحمن كنشوف بعض الناس كيبقاو يفتيو وهذه خاصك دير منا خاصك تسمع منا وللاسف كتبقى تنافس معاهم. انا شخصيا كنقول متمعنا من المستاذ ولكن بعض الناس هما متاكدين صراحه لان بعض الناس ما كيفرقوش ما بين الفقيه وحفظة القران. والسؤال الثاني استاذي الدعاء عن الاطفال خصوصا الاطفال ديال ولاد عندي هما للاسف نتمنى لهم الهدايه. كان بعض الاباء كيبقاو يدعوا للاطفال ديالهم ملي كيعصبوهم كيبقاو يدعوا لهم وخصوصا بعد المناسبات كالجمعه وكبعض الاعياد الدينيه. والسؤال الثالث والاخير استاذي مثلا المسجد الناس اللي كانت تسبق للصفوف الاولى كتدخل من الباب ديال المسجد ياك استاذ؟ نعم استاذ. وكيكون عندها اجر كثير الحمد لله ولكن بعد للاسف بعض الاشخاص ما كيجيو حتى كيقربوا من تقام الصلاه وكيبداو يتخطوا في الرقاب او اللي كيدوزوا من مكان اخر وكيسق هو الامام. يعني واش عنده العشر ديال الصف الامامي ولا عنده شي دار على تخطى الرقاب ولا وتحياتكم استاذي وبغيتك واحد النصيحه منك الناس اللي كيدخنوا اللي في المخدرات الله يعفو الجميع حتى لاخر الحلقه ان شاء الله نعطيهم واحد الدعاء ولا شي نصيحه
وشكرا سيدي عبد الرحمن. السلام عليكم. شكرا على اتصالك يا محمد. قبل ما نقف مع فاصل غادي نجاوب محمد الاسئله ديالو اللي هي اولا الفتوى بدون علم، يعني كتلقى الناس كتسول وحتى للاسف الناس كيسولوا اي واحد. سؤال فيه جوج ديال الاشياء. اولا افتاء بغير علم، الافتاء بغير علم يعتبر معصيه كبيره، ولانها تقول على الله عز وجل وكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمفتي ينبغي له ان يكون عالما بما استفتي فيه، يكون عنده دراية وعلم بما سئل فيه، داكشي اللي سولنا عليه خصو يكون عنده علم فيفتي فيه فيجيب فيه. أما أن يكون يعني لا علم له وما عندوش علم بهذه الأمور هذه يعني اللي تسأل عليها ويجيب، هنا يكون قد كذب على الله عز وجل وقد تقول على الله عز وجل وقد يعني ألحق ونسب إلى الله أشياء يعني فيها الجهل فيها بزاف ديال الحوايج. ولذلك يعني تلقوا بأن المفتي في الإسلام ينوب عن الله عز وجل في نقل الأحكام إلى الناس، راه ما تجيب شي حاجة جديدة، إنما ينقل الحكم من القرآن من السنة ينقله إلى الناس، ولكن ينقله بصدق، ينقله بعلم، ينقله بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ينقله بأن ينسبه إلى دين الله عز وجل نسبة فيها صدق وفيها دليل وفيها حجة. ولذلك هذا لا نجد مثلا حد علماء الإسلام الإمام أحمد بن حنبل عندما يقول، وهو قول منسوب إلى أبي بكر رضي الله عنه، يقول أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في القرآن برأيي؟ أش من سما غضلني واش من أرض غتهزني إلا أنا قلت في, 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 في القرآن وفي دين الله بالرأي ديالي يعني بغير علم. داكشي اللي قال يا راسي ما شكون اللي غادي يحميني من الله؟ شكون؟ لا أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ يعني خطير جدا هذا. فلذلك ألف الإمام بن القيم رحمة الله عليه كتابا سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقع، يعني هذا الكتاب فيه توجيه لكل من يتصدى للفتوى ولكل من لديه باع في الفقه ويجيب الناس وأن يقرأ هذا الكتاب. قرأته في تقريبا في 86 87، على كل حال قرأت هذا الكتاب، غاية في الدقة، غاية في التوجيه لكل من يوقع فتوى عن رب العالمين. ثم الناس اللي كتسول، الله يجزيكم بخير، اسألوا من لديه علم، من تطمئنون إليه من العلماء، لديه فقه لديه علم، راه ماشي من هبة ودب. دابا الناس كتكون غادي في الزنقة، الله يجزيكم بخير، بغيت نسول واش دابا اللي فطر، واش هكا كنسولوا العلماء؟ هادو العلماء دابا اللي تلقيتيه في الزنقه اللي تلقيتي ولا حافظ القران الكريم، راه العلماء الفقهاء معروفين. نعم. طيب سؤال ثاني على الوليدات، يعني بعض الوالدين كيكونوا مع 70 من وليداتهم داروا شي حاجه سواء صغار ولا في سن المراهقه وتبقاو يدعيوا عليهم. فهنا تيقول لك الدين ديالنا يعني نهى الاسلام عن الدعاء عن الابناء، لا تدعوا على ابنائكم، يعني الوالدين ما خصوش يدعوا على وليداتهم. علاش؟ لانه يقدر يصادف واحد الساعه ديال الاستجابه فيستجاب لكم، كيتسجب بسيدي ربي سبحانه وتعالى وكيندم، هذا الانسان هذا كيندم علاش دعيت على ولدي ودعيتي عليه قلتي مثلا دار لك شي حاجه اخرى مع الباب، الله يلقى لك الله يعطيك، خرج حادثه تسير منقول الى المستشفى يعني في حاله خطيره بين الحياه والموت، ايوا انت كتندب الام حنا انا دعيت علي انا، وتبقى الحياه ديالها كلها كتعذب. هذا غير في الدنيا، فما ادراك لو تدعي عليه بالسخط وكذا يكون مسخوط في الدنيا هذه، يعني شقي من اشقياء هذه الدنيا. فلذلك لا ندعو على ابنائنا. الاب والام، الاباء والامهات اللي تيعرفوا ما معنى الدعاء ما تيدعيوش على ولد، حتى الا دعا لي تيقول سير ولدي الله يهديك، حتى كيبغي يخرج الكلمه سير ولدي الله يهديك، سير ولدي الله يرضى بك، سير الله ينور طريقك.
يدعو بشيء فيه فائده اللي غادي يعاونه اللي غادي يعاونه. واش هو كتلقى هاد الوليد ولا هاد البنيه كتلقاه غارق مفلس وكتزيد غارق غارق وشادو الشيطان من الرقبه ديالو تيمرمدو وانت كتزيد تكمل عليه لا راه لا يعقل هذا. ولذلك النصيحه النبويه لا تدعو على ابنائكم ما تعايروهمش ما تدعوش عليهم. واخر سؤال على الناس اللي كيجيو معطلين من فصله كيدخلوا من شي بلايص اخرين اولا كيدخلوا ناس من الباب العادي ولكن كيبقاو يتخطاو الناس باش يوصل للصف الاول واش عنده يقول سؤال واش عنده اجر الصف الاول؟ لا شوف اذا كان هذا السيد هذا الصف الاول ممتلئ ممتلئ وجيتي انت يعني من سواء دخلتي من 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 البلاصه اللي كيدخل منها الامام الباب ديال اللي حدا المقصوره اولا دخلتي من الخلف وبغيتي تجلس الصف الاول انا غد هنا راك اتم الا ما كاينش بلاصه في الصف الاول والصفوف يعني عامره وانت غادي منيش على كتمشي تلقى واحد جوج راه مزاحمين شويه وسعوا الله يزكم راه اتساعه راه رحمه اش من اتساعه ودي رحمه راه انت درت لهم الزحمه ماشي الرحمه. بغيتي البلاصه الاولى في الصف الاول جي ليها بكري بكر باقي ما يلا تحل الجامع يلا غيودن سير شد بلاصتك. وكيبقى الانسان كيبقى يتفرج ولا كيبقى مشغول ولا كيبقى يهضر ولا الله يعلم شنو كيدير في الشغل ديالو ولا تا كيجي كيلقى الصفوف عامرين ويبقى اما كيخرج مع الامام اما كيخرج وباغي الصف الاول ولا يعقل هذا. هذا اثم هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد اجلس فقد اديت وتاديت. نعم يعني ده من بين الاسئله ديال المستمعين في دين ودنيا على شاده فهم استاذ يقول سيد او نعم سيد يقول الاسم ديالو مبارك تيقول عافاكم بغيت نسولكم انا في صلاه التراويح في واحد الدواور لما كيوصل الامام للسجده كيكون كيقرا مثلا وكيوصل للسجده كاين اللي ما تيعرفش من الناس انه خصو يسجد فهو تيقول سجود يعني وسط القران فهمتي جبد نقول لك استاذ يعني توصل هذيك الايه تيقول سجود باش الناس يفهموا وسط الركعه واش هذا الامر جائز واش في الصلاه هادشي في الصلاه ثلاث تراويح و يعني في الحقيقه ما خصوش يقول هذيك الكلمه ولكن ولكن الناس ما دام ما فاهمينش وما يعني ما دامت يعني كلمه سجود يعني تبقى دائما في القران تبقى دائما في التذكير لا وفي التراويح وفي يعني السنه لا باس بذلك لا باس لا ارى يعني شيء يعني من الامور اللي كتبط الصلاه والا غتوقع فتنه لا 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 فعلا لانه شي ساجد شي راكع شي كيشوف شنو واقع علاش نزلوا علاش كذا كيفهم الناس سجده اولا من الافضل في البدايه الا كنتي تعقلي كنا حيت كان عندنا الناس اللي كيجيو الوافدين في المسجد كنت دائما لما كنقربوا تتكون عندنا سجده تنعلم الناس نقول لهم الله يجازيكم بخير الركعات الثانيه غيكون عندنا فيها سجده فمنين غنقراو سميتو غنسجدوا الله يجازيكم بخير السجود كاين سجده نعم. باش كتناس كتعرف ولا باس بذلك ان شاء الله. طيب نعم. ناخذ الحسوني من تونات. السلام عليكم. وعليكم السلام اختي تحياتي لكم وشي محمد بارك تحياتي بالسيد. مرحبا حياك الله سيدي الكريم اهلا وسهلا. الله يطول عمرك الله يخليك لنا بركه تحياتي لهاد الناس اللي جعل الحبوب الغالي الله يطولكم في عمرك. شكرا بارك الله فيك سيدي الكريم اهلا وسهلا. تحياتي كاع المخرجين ديال الاذاعه كامله اللي طلبوا في مركز الكوره كنحبوها في النادي تاعنا. مرحبا بارك الله فيك اهلا وسهلا. الله يطول عمرك تاع سمعت تسولك على القضيه ديال العلم الكبير. نعم واش دابا الانسان اللي ما فحال زعما ما يعيش زعما بحال مازال دابا الانسان كيمشي انا كنعيش ديما كنعيش ما كنتعداش تما لا في الساعه لا في 10 كنشري في الكروفه بحال هكا في 4 كيلو 5 كيلو مشي دابا نهار واحد عندنا السوق كنسول هذيك الكروفه كنقول لك 50000 ريال واش دابا ما لا ما ف... يا استاذ احنا ما في استطاعه ديالكم زعما بحال ما كان بحال العيد ما تزيدوا في شي بحال العلماء تجمعوا بحال ما كان بحال العيد دابا خصو يتحيد كاع بصفه نهائيه ما يبقاش العيد كاع اللي كان بعد الغلا بحال الغلا بحال ما كان المسكين ما كيستافدش منه كيستافد منه الناس اللي لاباس عليهم الناس الاغنياء هما اللي كيستافدوا من العيد بحال دابا دابا اللي كيجيبوا الحواله من الخارج وداك الشيء كيجيبوا بواحد الثمن ويبيعوا بواحد الثمن باهظ هنا في المغرب طيب. ما كاينش تعليق دابا العلماء ديال المغرب بحال ما كيتجمعوا بحال ما كا ويصيفطوا واحد الرساله لسيدنا الله ينصر ويحيدنا العيد بحال ما كا بحال المناسبه خاطر تحيد كاع طيب نجيبك صافي هذا هو السؤال كل حسوني يلا يطول عمرك شكرا السؤال ديال على شو الله يطول عمرك شو دابا 6 ايام واش يصوم الانسان من التابعه ولا يصوم نهار من تابع نهار واخا نعم أوفر شكرا شكرا الله يطول عمرك وجمعة مباركة وحياكم الله يا علينا وعليك شكرا ناخذ عبد الله من خريبكة السلام عليكم السلام عليكم عبد الله عليكم السلام
تحية لك وتحية للحاج عبد الرحمن. حياك الله سيدي الكريم. شكر الله وسعيك أستاذ. بارك الله فيك سيدي الكريم. واحد الأسئلة أستاذ، دابا السؤال الأول ديك الصلاة التسبيحية، صلاة التسابيح، واش هي في أربعة الركعات واش كتصلى مستفسر لا ولا جوج جوج؟ إن شاء الله نجيبك. واحد الملاحظة أستاذ، بغيتك تعطيني على معلومات، دابا كاين شي مساجد في المدن العتيقة هذا العصر كيصليو كيأذن العصر، شي مساجد كيأذن العصر مثلا في وقته مثلا مع الخمسة وخمسة دقائق، وكيبقى واحد الساعة ولا الساعة الأربعة كيأذنوا مساجد أخرين، واش هذا يجوز ولا لا؟ علاش بالضبط تكلمتي على المساجد العتيقة؟ هذا الشيء كيطرى غير في المساجد العتيقة؟ لا، شي مدن قديمة، شي مدن ماشي بحال دابا حنا في خريبكة، ما عندناش كيف حدا بالرباط وفاس. كيودن قبل، كيودن قبل؟ لا، كيأذن دابا كيأذن كيأذن في الوقت. كيأذن في الوقت وكيبقى واحد المسجد بوحده ولا جوج كيبقاو هما كيعاودوا الأذن، كيعاودوا الأذن ماشي ما كيأذنوش، كيأذنوا ولكن عاود كتود واحد ثلث ساعة نص ساعة كيعاودوا. لا باش كيعاودوا، باش يجيو الناس الأخرين يصليو الناس الأخرين ولا كيفاش؟ بعد ساعة يعني، واش بعد ساعة عاد كيودن؟ بعد ساعة وصل لحظة في الرباط، باب الحد، نعم. في السبعينات والثمانينات كنت ساكن تما ولاحظت القضيه. صحيح صحيح، عندك صح، عندك صح، عندك صح. نجيبك. شكرا الله عبد الله، شكرا شكرا على اتصالك، مرحبا. طيب اول سؤال يحسوني استاذ، على العيد الكبير في اطار هذا الغلاء، واش المفروض انه يتلغى هذه الشريعه نهائيا، اولا اننا راه هذا اصلا هو الهدف، وانه اللي عنده راه كيشري وكيعطي اللي ما عندوش؟ هو يعني كتصحيح الأخ ديالنا اللي قال نحيدوا يعني ما يسمى بفريضة عيد الأضحى، لا 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 يمكن، هذه فريضة، هذه فريضة الله سبحانه وتعالى قال لك يعني اللي ما يستطاع، بحال بحال الحج، بحال بحال الصيام، كتقدر تصوم صوم، ما قدرتيش كتخرج الفدية، كذلك تقدر تحج سير حج، ما قدرتيش شيء الله قال لك عفيتك يا عبدي، فكذلك الأضحية. دابا الناس كيتخيلوا بان الشفاعه ديال النبي صلى الله عليه وسلم راه ماشي كلشي كان كيعيد، راه كان كيعيد واحد الفئه من معينه من الناس، والشيء الاخر راه مساكن الله غالب. كيحسوني قال لك نعيدوا كاملين ولا لا ما نعيدوش كاملين؟ لا 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 يمكن يبقى فيهم الحال. شوف شوف انا نقولها لي شي انا عندي نشري، ما عنديش ما نشريش، ندخل سوق راسي ما عنديش. لا الناس لا دابا فاهمين بان ولهذا دار وقيل العيد، لانه باش اللي ما عندهمش يعطيوا اللي عندهم، اللي ما عندهمش عفوا، اللي عندهم يعطيوا اللي ما عندهمش. ولذلك هذا هو الهدف، الهدف هو كما في رمضان نغني الفقراء بزكاه الفطر، واخا هذاك الشيء قليل، لكن كذلك حتى في العيد الاضحى كذلك ان نغني الفقراء، ان نغنيهم بان نشاركهم في الاضحيه ديالنا. المسلم دبحسي ودير خوك المسلم دير لي واحد الطرف كبير، لذلك كان هذه السنه ديال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يهدي، كان يتصدق، وكان يدخر يعني لنفسه. فحنا كمسلمين باش نقولوا نلغي هذه شعيره، هذه عباده، لا يمكن لاحد ما تحد ما عنده تفويض باش يلغي الشعيره هذه راه من الله سبحانه وتعالى، هذه سنة أبينا إبراهيم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بغى تبقى في الآخرين إلى يوم القيامة. لكن كيبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لما ذبح قال اللهم هذا على محمد وآل محمد، ثم في الثاني قال اللهم هذا على من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم مستمرة إلى يوم القيامة. يعني إلغاؤها ما نبقاوش نهضروا عليها، عندي نشري ما عنديش ما نشريش، انتهى الأمر. هاد الامور ديال مغليين وكذا هذا كيبقى المسؤوليه ديال الناس اللي كيقوم بهذه الاشياء هذه، الا كان الهدف ديالهم هو انهم يهربوا الناس من هذه الشعيره فكيتحملوا الاثم ديالهم امام الله سبحانه وتعالى. الا كان الامور راه هي هكاك بسميتو، فهنا كتبقى ان اي واحد ضحى شرى الاضحيه، ضحى يعني بدل مال في سبيل الله، راه هذه تضحيه، راه تضحية بواحد المبلغ باش تشري به أضحية، راه تضحية. ولكن باش نقول أنا ما عنديش ونقول لا خصنا كلنا ما نضحيوش، لا خص تمنع، لا يقول بهذا الكلام مسلم عاقل، مسلم يعني كي 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 تنقولوا حنايا يقيم لله اعتبارا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
هذه شعيره من شعائر ديال السيد ربي، خصنا نعظموها، خصها تبقى الى يوم القيامه، بها نعرف كمسلمين، شعيره ديالنا، خليها لنا السيد ربي سبحانه وتعالى. واش كاين عند شي امم عندهم هذا الشيء؟ ما عندهم. كاين الامه الاسلاميه اللي عندها هذا، هذا سنه ابينا ابراهيم وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، غتبقى فينا الى يوم القيامه. اللي قد يذبح، نعم، ما قدش، توقف اخي الكريم، خذ لك يعني ما تستطيع من اللحم وتقرب به لسيد ربي، هذا جهد، هذا جهد وانتهى الامر، وما غاديش ياخذك سيد ربي. متفرق ولا متابع؟ لا لا لا, لا حرج، يصوم الانسان متفرقه مجتمعه ملتصقه بنهار العيد وراها تصوم، او لا تخليها متفرقه من بعد. الغرض لا بأس بذلك. ان شاء الله لا بأس. عبد الله سول على صلاه التسبيح، كيقول اربعة ركعات، واش كذلك كتصلى مجموعه ولا كتصلى جوج ركعات؟ لا كتصلى اربعة ديال الركعات، ليس فيها يعني ما يسمى بالتشهد، تشهد واحد. تشهد واحد والأخير يعني. هو الأخر، نعم. وكل ركعات يكون فيها الفاتحة وصورة، ثم 15 سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. في الركوع نفس الشيء، سمع الله ولم يحمده، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. كتركع كتقول الأدعية ديال الركوع، سبحان ربي العظيم وحمده، سبحان ربي العظيم وحمده، سبحان ربي العظيم وحمده، ثم سبحان الله الحمد لله عشرات المرات. في الرفع سمع الله ولم حمده ربنا ولك الحمد عشرات المرات عاوتاني سبحان الله. ثم في السجود كتقول بعد ما كتسالي الأدعية ديال السجود كتقول كذلك سبحان الله والحمد لله عشرات المرات. الرفع من السجود 10، السجود الثاني 10، ثم الاستراحة 10، هي 75 مرة. لذلك سميت صلاة التسبيح. نعم يعني هذه فيها خلاف بين العلماء، وحديث نقل عن عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم يا عباس يا عم ألا أحبوك ألا أدلك ألا إلى وراه يعني كيف يصلي هذه الصلاة. فهي أربع ركعات ليس فيها تشهد، نعم. تشهد واحد هو اللي كاين في الأخر، ليس وسطها تشهد يعني في الأخر، نعم. وهذه يديرها الإنسان يوميا أو مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر أو مرة في العام، على كل حال رغم أن فيها خلاف، ولكن بعض العلماء رجحوا قال يعني حديث صحيح وفيها يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، يلزم الإنسان يديرها مرة ولو في العمر دياله، نعم. طيب عن المساجد اللي كتأذن من بعد الأذان ديال العصر بساعة تقريبا، شحال هذيك يقول؟ ماشي العصر، تدور. احنا عندنا هنا في الدار البيضاء في الدار السلطان في الحي في المسجد المحمدي، وهو مسجد جامع يعني كبير جدا، لازلت أذكر أنه في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات كنا نحفظه في المسجد في المحمدي، في الأخر ديال المسجد كان ندخله ونجلسه تما، ويعني يفتحوا المسجد كيبقى مفتوح النهار كله من الظهر إلى العشاء، وكنا نحفظه فيه بالإضافة إلى أماكن أخرى. يعني كنا نحفظه في الحديقة اللي كاينة في دار السلطان، راه معروفة حديقة كبيرة تما، كنا نحفظه فيها صباحا وليلا. أما فكان المسجد يؤذن الظهر الوقت ديالو اللي كيصليو الناس، ولكنهم لا يصلون حتى تتدو الساعة. مثلا إلا كان تيؤذن مع 12:30 كيؤذن مع 12:30، ولكن حتى الوحدة ونص عاد كيؤذن الأذان الثاني، وكيتجمعوا الناس باعتبار أن هذا مسجد كبير وكين الناس وكين كين الأوقاف يعني المحلات والتجارة، فينتظرون الناس اللي كيسالي الآخرين، لما تيأذن مباشرة غير كيسالي من الأذن كيدخلوا كتقام صلاة فيصلون، يعني ينتظرون الجميع باش يتوضى ويصلي ويكون مستعد. نعم هذا جائز، نعم، ما دام لان لا ما دام غادي يصليوا في مسجد وخلف امام ولا زال وقت الظهر ولا زال وقت العصر، لان الوقت ديالها ينتهي بحلول الوقت الاخرى، يعني العصر مثلا الظهر كيسالي الوقت ديالها اذا ادين للعصر، والعصر كيسالي الوقت ديالها اذا ادين للمغرب، فكانوا كيقولوا الساعه الاولى الساعه الثانيه يصلون، نعم. فهذا لا باس به. نعم. ناخذ اتصال ميلود من رحمنا. السلام عليكم ميلود. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا. أولا كنحييك كنحيي الشيخ الفاضل سيدي عبد الرحمن. حياك الله سيدي الكريم. جمعة مباركة. بارك الله فيك سيدي الكريم. مرحبا. عندي سؤال وعندي طلب رجلكم بالخير. مرحبا. سؤال ما هي شروط الوجوب وما هي شروط الصحة؟ شروط الوجوب وشروط الصحة. نعم. وطالب رجلكم بالخير وشديدين معي سيدي عبد الخير إن شاء الله. دعوة الخير، نعم إن شاء الله، بصيفة وبرزق إن شاء الله يا رب.
شكرا 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 على اتصالك. غادي ناخذ اتصال اخر. محمد من اكادير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اكيد انا كنقيدها وسمعتنا امينه اكيم يحفظ ربي امينه حرير. لا بس الحمد لله الله يبارك فيك. شكرا لك اكيم يحفظ ربي. اركم نشكر نشكر قماتنا الاستاذ والشيخ والداعيه قماتنا السي عبد الرحمن شكاش يحفظ ربي. لازم نتمنى ان شاء الله كمي ولا انت رسمتنا ان شاء الله طول العمر ان شاء الله باذن الله. ونسأل الله عز وجل والتهبال حتى الممات ان شاء الله باذن الله. امين امين. بارك الله فيك سيدي. اكون خويا اللي يحفظ ربي. كنشكركم وكنشكركم جزيل الشكر ان شاء الله. وكنشكر اخونا سي عبدو مستقبل المكالمات. وكنشكر كاع يعني العاملين الساده ديال الساده اف اف وساده تي في. وكنشكر الاخ ديالنا رشيد حياك. وكنشكر الاخوان ديالو حتى هما. وكنشكر كاع المتابعين الاوفياء اللي كيتابعوا دائما الساده تي في وساده اف ام. حيت نتوما كتهضروا بواحد يعني عندكم واحد المصداقيه وكتخدموا بواحد الضمير حي وكتخدموا بواحد الجديه. نسال الله لكم التوفيق والسداد ان شاء الله باذن الله. بحالكم اللي بغى هذا المغرب العزيز ودايرين ثقه في الله عز وجل ودايرين ثقه في امير المؤمنين صاحب الجلاله الملك محمد السادس ناصره الله حافظه وشفى وعافاه. ودايرين ثقه بواحد المسؤولين حتى هما اللي كيخدموا بواحد الجديه بواحد الضمير حي. وكنشكركم وعندي شي اسئله الله يجازيكم بخير. وكنترحموا على ذاك العلامه اللي مات في المجيد الله يرحمه واسع برحمته. ونسأل الله عز وجل يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الرفيقه. امين شكرا. الله يجزيكم بخير. عندي شي اسئله. عندي واحد قال لك واحد القاعده خص تعرفوها الناس واسمحوا لي. قال لك اذا امسيت فلا تنتظري الصباح واذا اصبحت فلا تنتظري المساء. الله يجزيكم بخير. وقال لك الله عز وجل في كتاب العزيز قال لك واحد الايه سوره يوسف الايه تقريبا نقول 75 و76 فاش قال الله عز وجل نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. كنشكركم. عندي شي اسئله سمحتي لي غادي باش نطول عليكم. السؤال الاول هذاك اللي كيسجل مثلا يعني وكتسمع الدعاء ديالو السجود كيقول له واحد المصطلح يعني كتسمع انت الا كنتي كتصلي حداه كتسمع له شي اللي كيقول. والسؤال الثاني الو كنسمعوك كنسمعوك تابع بخير اخويا عبد الرحمن سكرك كيحضر ربي سامحك بزاف. السؤال الثاني هذاك اللي كدير الخير وكيجي شي واحد ما كيبغيش دير هذاك الخير بينك تهضر على هذه المساله الله يجزيك بخير يعني هو ما كيدير الخير وما كيخليش اللي يدير الخير. الله يجزيك بخير. وبينك ترحم على هذا العالم اخويا عبد الرحمن سكاش وحجرنا حتى هو توفى مؤخرا. الله يجزيك بخير ودعي كاع مع المؤمنين والمؤمنات فيما كانوا. الله يجزيك بخير اخويا عبد الرحمن. شكرا 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 لك محمد. شكرا على اتصالك دائما محمد. وتحيه الامازيغيه اللي تعودناها منه. تحيه ليك ولكل الناس الامازيغ اللي كيسمعوا لينا. مرحبا بكم مرحبا بالتدخل ديالك. غادي نجاوبوا قبل ما ناخذوا الا سمحتي عبد الهادي اتصالات اخرى. كاين معنا سؤال ديال ميلود يقول ما هي شروط الوجوب وما هي شروط الصحه؟ لا شك انه يقصد الصلاه. هذا هو ثاني التساؤل ديالي. شروط وجوب ماذا وشروط صحه ماذا؟ غالبا الصلاه. طيب فشروط وجوب وشروط صحه. فشروط الوجوب هي الإسلام. يجب على المسلم على الشخص أن يكون مسلما بالغا عاقلا خاليا من الموانع يعني اللي كتمنع من الصلاة بحال الحيض النفاس إلى آخره. فهذه شروط وجوب. أما شروط صحة فالصلاة لا تصح إلا إذا دخل الوقت يدخل الوقت. الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ثم يعني طهارة عن الخبث والخبائث وكنقصدوا بها النجاسة الحقيقية سواء في البدن أو في الثوب أو في المكان. ثم كذلك ستر العورة
استقبال القبلة إلى غير ذلك من الشروط، منها مثلا أن النية هي شرط من شروط يعني صحة الصلاة عند جمهور العلماء، وهكذا هذه شروط، شروط حددها العلماء لصحة الصلاة، منها شروط وجوب ومنها الصحة، يعني تصح لا تصح إلا إلى استقبلتي القبلة، لا تصح إلا إلى كنت طاهر نظيف وهكذا. نعم. وسأل كذلك عن دعوة خير ليها أستاذ دائما، فنسأل الله لنا ولكم توفيق أخي الكريم. إخواني الكرام، نسأل الله التوفيق لجميع المسلمين والمسلمات، نسأل الله لنا ولكم الرزق والصحة والمعافاة والهداية، وأن يحقق سؤلنا وأملنا، وأن يسعدنا في الدنيا والآخرة. آمين آمين آمين. راه كنتلاقاو مع الناس كيقولك دعي معنا، الله واحد كيقولك دعي معايا، يا ودي احنا كندعيو مع الجميع، راه الا جينا نخصو راه لا اله الا الله. فنسال الله لكم اخواني ان يحقق سؤلكم واملكم ورجاءكم بما يعني تحتاجه انفسنا وانفسكم في الدنيا والاخره ان شاء الله. امين امين امين. نعم. ومحمد كنظن سؤال بعد مداخله اللي تدخل بها، السؤال يسأل هو الناس اللي ما تيخليوش ناس اخرين يديروا الخير، سواء احنا باش نفصلوا اكثر في هذا السؤال، يعني سواء بنيه حسنه ولا بنيه ماشي حسنه. بنيه ماشي حسنه مثلا كيكون عارف وغيدير الخير مع شي حد، فبالتالي كيتعرض ليه وتيقول هذا اشد سوءا هذا. وكاين اللي مثلا بنيه حسنه ولكن مع جهل، مثلا تيقول ادي داك الخير سير دير واي فراسك، بنادم راه ما فيه خير وكذا وهذا وشو كلشي نشطر عليا مع فلان وفلانه وكذا، فأيا كانت الأسباب أستاذ، هذا النوع من الناس، هذا نوع، هذا النوع من 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 أخطر البشر. ما يدير الخير ما يخلي لي يدير الخير، سواء كانت النية ديالو يعني يقصد أو لا يقصد. إن كان يقصد فخطورته أشد وإثمه أشد. لا، ما معنى أنك تمنع الناس ما يديروش الخير؟ ما معنى أنك تحرض الناس على أنه لا يفعلوا الخير؟ يعني هذا هو المسلم؟ نقول لك زعما ما غيرجعش لك سيدي الخير غير في راسك. شوف شوف، لا هذا النوع من الناس يعني ممقوت. المسلم يتوسم منه الخير في كل الأحوال، في كل الأحوال نتوسم الخير في إخواننا وأخواتنا. وأنا يعني المسلم سمي مسلما لأنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا الذي ما يدير الخير ما يخلي لي يدير الخير، لا ما تديرش عندك راه يدير ليك، غيدير هذا هذا لا يسلم الناس من شره، فهذا ليس بمسلم. لأن الإسلام الدين تقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فأنت ما سلموش الناس من لسان ديالك، حرض. إن كان بنية فإثمك أعظم، إن كان عن جهل فلا شك أنك آثم. فلذلك نقول لكل مسلم ومسلمة، إذا مثلا يتكلم من باب النصيحة أسد، مثلا أنت عارف أن ذاك الشخص إلى ما قدرتيش تدير الخير لا تكون سببا في فعل الشر، لا تكون سبب تحرض الناس عليه يديروا الشر. نعم. مثلا إلى مثلا أنا عارف أن ذاك الإنسان مثلا لا يستحق ذاك الخير، تقول له أودي شوف راه ذاك غير نصاب أو غير هذا، لا أعطيه لشي حد آخر. ممكن إلى كاين شي شر، شر انا اعرف ان ذاك الشخص شرير، ما غاديش خويا ننصحك نصيحه لوجه الله. سبق ان تعاملت مع فلان، هما دار لي هما دار لي هما دار لي، ولك واسع النظر ان شاء الله خليه هو، ما تقوليش لا لا تفعل وين فعلت، يعني الا كان كيستغل الناس. هاد شوف، ان كان الشخص اللي مسؤول عليه يعني في هذه الاشياء، قول لي فلان انا سبق لي ان تعاملت معه، ولكن شنو دار لي شنو دار لي شنو دار، راه مرمدني وسخني وما اعطانيش وجرجني ودا لي رزقي. انت حر اخويا، لكن ما غاديش ندخل فيه في الاراده ديالو، هو تيبقى ديك الساعه يفعل او لا يفعل. هذا امر يتعلق بي انا، لست مسؤولا عنه. انا فقط بينت اعطيت. نعم نعم. طيب ناخذ بعد من الاسئله ديالكم اللي توصلنا بها. فردوس كتقول السلام عليكم، الأم ديالي عندها حلقات ذهب فيهم رسومات بحال الفروج دجاجة ووجوه، وقالوا ليها ما خصهاش تصلي بهم، وأنا قلت لها حتى نسول أستاذ ديالنا خير. نعم. فعلت بعدا سألت. نعم. نعم. العلم جزاها الله خيرا على الثقة ديالها فينا. فهادو كيتسموا نصوصة، كيتسموا الويزات، هادو كانوا الأمهات ديالنا تيديروهم. يعني داكشي ديال سميتو.
فالصلاة بها إلى درت الزيف ديالها عليهم نتيك وكان ما بينينش صلاتها صحيح، لكن ديرهم ومثلا مثلا الزيف دايز بحال كول ودنين معريين إلى آخره وكيبانوا صلاتها فيها نظر. ما غاديش نجزم وأقول أن الصلاة ديالها باطلة لأن فيها نظر، لأن صلت كيبقى الأمر فيه نظر، إن شاء ربنا عز وجل قبل وإن شاء رفض رد هذه الصلاة. ونرجو أن تكون إلى رحمة الله أقرب. نعم قاعني سأسي صلاة بالزيف الزيف ديالو بتكون درجة إذن ما كيش مشكل، ولكن كنصيحة من بعد يعني الصلاة خلي صلاة جانبا هنا كتبقى فيها نظر إلى صلاة بهم، تبقى أن المسلمة يعني في الحدي ديالها تتجنب ما فيه روح أنها تتحلى بشيء من الذهب أو تتختم أو تتصور أو في المعصم ديالها أو حول الخاصرة، حول أنها تدير شي حاجة اللي فيه صورة مخلوق فيه روح تتجنبه، لأنها على شكل مجسم فتتجنبه إن شاء الله. محمد يوسف كيسألك يقول لك الزوجة عطات الزوج ديالها مال استعملوه في التجارة وهذاك المال حرام، دابا كيفاش يقدر يتخلص من هذا المال لأنه تخلط ليه مع المال الحلال دياله؟ واش كل مال دابا أصبح حرام؟ بطبيعة الحال المال الذي أسس به هذه التجارة كله حرام، فهنا تينفع فيه شيء واحد وهو أن يأخذ مثل ما بدأ به، يعني تيأخذ بحال المقدار، المقدار باش بدأ، المقدار باش أسس التجارة هذه، أسس مثلا بجمليون 3 مليون الفلوس اللي خدها من عند مرته. لا نعم 3 مليون ياخدها يخدها من عند مرته، اللي خدها من عند مرته يتفك منها. كيف يتفك منها؟ يعني يخرج يقول يا ربي هذه ليست أموالي، هذه مال حرام. ربما للناس اللي محتاجين إلى غطاء، محتاجين إلى كساء، محتاجين إلى أشياء اللي غادي تبقى في الدنيا يعطيها لهم، المهم يتفك منه. ثم يعني تنقل حنايا يبدي ندمه وتوبته بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وإن كان بعض العلماء يقول كل ما نتج عن الحرام فهو حرام، حيث نقول له ودي حيد ذاك البعدة ذاك الشيء باش بديتي حيد عليك، ثم أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء قبل منك بعد ذلك وإن شاء. ودائما حنا نقول دائما نحن أقرب إلى رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، فتنقول أقرب إلى الرحمة إلى حيد عليه ذاك رأس المال المحرم ما بقي، يعني يا ربي ما كنت عارفيني وعطتني زوجي لي ما قالت لي راه في الآخري أنا حيد عليه ذاك رأس المال وبقى ما بقي. نعم نسأل الله أن يتجاوز عنه وعنه.